عم نتواصل معكم بمطبخ رؤية وأكلاتنا الشهية. اليوم عندنا أربع طبخات مع الشيف نضال. طبعا هذا البرنامج برعاية نبيل الراعي البلاتيني ورعاية فرونة الراعي البلاتيني وكمان برعاية ليدرز الراعي الذهبي. شيف وين وصلنا هلا؟ عملنا طاجن الدجاج مع أنا أهم شيء نطلع سمبوسك اللحم منه من الزيت حتى نسكبه. طبعا احنا قليناه نقدر نعتبرها سايد ديش مضبوط؟ سايد ديش طبعا. نضيفه طبعا هسه على او فرق مطبخ ماص الزيت حتى نتخلص من الزيت. اهم شيء يكون الزيت حامي زي ما حكيت لك روان والساده المشاهدين، تكون حرارته فوق ال 180 حتى يصير في عنده عمليه قليب ممتاز وسليم. وفي طبعا تشكيله كامله من المعجنات منها سمبوسك خضار وسمبوسك الجبن طبعا موجود ومتوفر في الاسواق، وفي خصم 15% على كل منتجات نبيل في بعض المنتجات في كل الاسواق. بدي اذكر المشاهدين طبعا مسابقتنا اليوم معنا كمان اتصال. سؤالنا بيقول اكله الكسكس وين اشتهرت بانو بلد؟ طبعا في كثير ناس جاوبوا من المغرب، في المغرب العربي هو اكيد جواب. شو رايك بجواب شيف نضال؟ يعني 95% صح. 95% صح، ضل 5% غلط. ناخذ منى اتصال معنا. منى، منى صباح الخير، رمضان كريم ينعاد عليك يا رب. هلا مرحبا. اهلا منى، كيفك؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ حبيت اعيد عليكم واقول لكم رمضان كريم علينا وعليك يا رب، على اسره قناه رؤيا اللي بتجنن، انا كثير بحبها واحنا كمان بالتالي بنحبك اكيد. بحب ارحب بالشيف وطبعا منتجاتنا اللي احنا بنحبها كثير ونضيفه يعني. تحياتي يا منى، شكرا لك. اهلين، الله يخليك. احنا بنرحب فيك كمان في قناه رؤيا وكمشاهدي عزيزي. اهلا وسهلا، رمضان كريم وينعاد عليكم بالتحية. الله اكرم، اهلا وسهلا. ان شاء الله. منى بتحبي الاكل المغربي؟ بحبها. بتحب الاكل المغربي؟ طيب الكسكس من انو بلد؟ مغرب. معقول؟ مغرب. ممكن. منى ايش عيلتك طيب؟ 95% بتعرفي. نعم. ايش العيله منى عشان نكتبها؟ منى خضر حنانيه. حنانيه، اوكي يا منى. شكرا لك حبيبتي. اهلا، ينعاد عليك ان شاء الله. يا منى. وانت بخير يا منى. هاي اذا روحنا عم نسكب احنا سمبوسك اللحم هسه. دخلت معنا كمان بالسحب. يلا كويس. وها. إذا أول طبق من أطباقنا تم سكبه اللي هو طبعا سمبوسك اللحم من نبيل جاهز، سكبناه بشكل جميل، استعملنا شوية ليفز. طبعا الليفز هاي شو ست البيت، دائما ست البيت تستعمل خيالها لما تزين صحونها وتطبخ، فتشوف شو في ممكن في شغلات كثيرة. على مدى الشهر إن شاء الله رح نعطيكم فكرة كيف نسوي الجارنش للصحون، إن شاء الله حتكونوا سعيدين جدا هذا الشهر. الجارنش للصحون إيش يعني الجارنش؟ طبعا في أوكي في طبعا في عندنا كثير ضغطة اتصالات على ما يبدو بتخبرنا المخرجة. اكيد بنحكي للناس، اكيد نعتذر منهم وبنعرف بنشجع اتصالاتهم. ان شاء الله يا رب يكونوا كلهم فايزين معنا. رح ناخذ اكبر كمين الاتصالات اللي ممكن ناخذها خلال هاي الساعة، ساعة مطبخ رؤيا من الثلاثة الأربعة كل يوم يوميا خلال شهر رمضان المبارك مع الشيف رضا. رح يكون معنا يوميا بأكلات شهية وطبخ لذيذ زي ما هلا شايفة. كمان مش بس تعمل طبخات اللي اعطيتني اياها، وعم تعمل سايد ديش طبق اضافي. رح يكون فينا كل يوم اربع اطباق، حنركز فيه على الحلويات ان شاء الله. انتظرونا على قناة رؤيا حتشوفوا كثير شغلات حلوة. الآن أنا المي عندي عم تغلي، أضفت لها طبعا ملح وزيت زيتون، ممكن كمان نضيف لها زبدة، برجع لست البيت. الآن راح أضيف أنا الكسكس على المي مرق الدجاج وأطفي عليها مباشرة، أحركها وأطفي عليها وأتركها خمس دقائق روان. بتكون عندي الكسكس جاهز بعدين. بس خمس دقائق. خمس دقائق بالضبط. الآن حيمتص كل السوائل، كل كوب أعزائي من الكسكس بدي كوب ونص من مرق اللحم او مرق الدجاج او حتى الماء. اذا هيو راح اطفي على النار واغطي الطنجره وارفعها على جنب واتركها لمده خمس دقائق، وبعديها نقلبها تقليبة بسيطة. ممكن نضيف عليها شوية أعشاب، ممكن نضيف عليها شوية فواكه مجففة مقطعة مكعبات، ولكن هون نو نيد، بس بنخليها زي ما هي، فبنضعها على جنب وبنخليها ترتاح وبنرجع للطاجن. يعني ما بنتركها على النار شيف؟ هي عندي عم بغلي. ما بنتركها على نار خمس دقائق؟ لا لا، هي بس المي تغلي بنضيف الكسكس نطفي عليها بنضعها جنب نتركها ترتاح خمس دقائق بكون امتص كل السوائل اللي عندنا، وبعديها بنخلطها بالشوكه مع شويه، ممكن نضيف شويه ملح شويه بهار، يعني ست البيت تستعمل خيارها باي شيء بدها اياه. اذا اول طبق من اطباقنا جاهز، خلينا نضعه على طاوله التقديم هون. والان بدنا نجهز طبق الحلو عندنا لانه بده شويه طبخ هو. هون اليوم راح اسالكم اليوم لنا ايش طبق حلو؟ حلو كثير، طبق كثير مفيد صراحه. اليوم استعمل دراي فروت اللي هو مشمش الابريكوت اللي بيصنع منه قمر الدين. المشمش طبعا المجفف كثير مفيد جدا لعمليات الهضم، وفي فيتامين وفي الياف فايبر، فكثير كويس. راح اعمل لكم طبق حلو ممكن يتاكل على السحور، ممكن يتاكل كمان على الفطور.
يعني طيب كثير. طبعا في عصاره بخلي الانسان يشعر بالعطش، فخلونا نسوي اعزائي ما سوا. انا رفعت قلاي على نار ساخنه شويه، برفع النار كمان شويه، راح ابدا في اضافه سكر وعسل. اذا الوصفات كلها حتشوفوها على موقعنا على طبعا facebook.com/rouyatv. في الوصفات كلها وحتشوفوا كمان الفيديو. فانا هون رفعت طنجره صغيره، راح اضيف قليل من الماء لانه في عندي مي كمان انا موجوده بالابريكوت، وهي شويه ميه. راح اضيف قليل من السكر، ما ننسى انه في عندي عسل وكمان في عندي حلاوه بالمشمش. مي وسكر وعسل. مي وسكر، راح كمان نضيف شويه من العسل. عم بتضيف عسل هلا. طبق كثير طيب، ما كثر السكر لانه هو اوريدي في يعني سكر. والان راح نضيف المشمش. طبعا المشمش عندي هون انا او الابريكوت المجفف منقوع لمده حوالي 10 دقائق بالماء الفاتره ومقطع الى قطعتين. اوكي. حتى يصير عندي عمليه طري، ممكن نضيف كمان شويه زبيب لهذا الطبق لكن نو نيد. فاذا هون راح اضيف كمان شويه ميه، راح اضيف عليه كمان شويه ماء الورد او ماء الزهر لكن بعد شويه. بس هي فكرتها شيف انها على النار. نعم، يعني مش بدها تطبخها بس يتوكل بارده. ومعنا اتصال على ما يبدو، معنا لما وبنحكي لها الو. الو لما، صباح الخير. اذا معنا سامي. سامي تفضل. سامي الو. مرحبا. هلا سامي، تحياتي. يعطيك العافيه. كل عام وانت بخير يا حبيبي. اهلا وسهلا. كل عام بخير. وانت بخير يا حبيبي. انت بخير سامي. وانت بخير. ويعني بهنيكم على هالاكلات، بس طولت كثير علينا. طولنا كثير عليك؟ طولت كثير، يعني كنت الساعه 12 الظهر واحد تكون قاعد قدام. والله صارت طويله هيك. شكله جوعان سامي. شكلك جوعان بالضبط. شكلك جوعان يا سامي. نضال مش سامي، نضال. نضال. نضال حبيبي، اهلا وسهلا. نضال كيفك يا نضال؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. كيف رمضان معك واول يوم الصيام؟ لا دهب. دهب دهب. مش عطشان نضال؟ فقدنا الاتصال ما يبدو. فقدنا الاتصال مع نضال، بس ان شاء الله يرجع يحكي كمان حتى ناخذ كمان تليفون. ديالا. ديالا كل عام وانت بخير. ديالا صباح الخير. مساء الخير ديالا. كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ شو هالبرنامج الحلو هذا وانت منوره فيه بالسنه كمان. حبيبتي الله يخليكي، ثانك يو كثير حبيبتي. كل عام وانت بخير. كيف رمضان معك ديالا؟ باول يوم هو بكون صعب، يعني صح اول يوم صعب، الواحد بتحمله وبتعرف عشان يتعود. هي مشكلته بس انه يعني الصيام طويل شوي، اليوم طويل علينا، بس ان شاء الله طبعا الله بييسر اكيد. انا حابه اقول لك نكته. ايش حابه تقولي لي؟ نكته. نكته تفضلي، بالعكس احكي لي نكته. ليش الصفايله ما بصوموا اول يوم؟ ليش الطفايلة ما بيصوموا أول يوم؟ الطفايلة طبعاً مع احترامي للجميع ما بيصوموا أول يوم. ليش؟ عشان إنه أصعب يوم. عشان إنه أصعب يوم. طيب تحياتنا لك ديالا، شكراً لك لاتصالك. لا بس أكيد بدها تشارك معنا ديالا، مزبوط؟ أكيد. دخل اسمع على طول هسا أتوقع. خلص دخل اسمع على طول. دخل اسمع على السحر. أنت قلت لي قبل شوي نكتة، شو رأيك تحكي على الهواء؟ حلوة. أو أنا أحكي لك إياها السؤال. لا أنا سمعت بالراديو. صح. إنه ليش بسموا الناموس ناموس؟ ليش بسموا الناموس ناموس؟ لازم هذا هو سؤال ال. هذا سؤال الحلقة يكون. ليش بسموا الناموس ناموس؟ لأنه. بيخلي الناس. ما يناموس. ما يناموس. مظبوط. فإذا ديالا دخلت معنا على السحب. إذا. كمان بدي أدخل نضال معنا على السحب، لأنه نضال دائما صديق دائم للبرنامج. نضال أنا ولا هو؟ نضال المتصل. بدي أذكر المشاهدين عن برامجنا اللي ممكن يشاهدوها اليوم على 9:55 دقيقة. في عنا نكت شوارع مع محمد اللحام، برضو على الساعة 5 مع محمد المدفعي في ألو رؤيا، برنامج مسابقات الجوائز رح تكون عينية ونقدية، وكمان معنا يزن روسان بنفس البرنامج رح يكون هو أكثر في الميدان. في عدة فقرات رح تنال إعجابكم ضمن نفس البرنامج إن شاء الله. الساعة 5 رح يكون معكم محمد المدفعي بألو رؤيا. إذا شوف وين وصلنا. إذا روان، إحنا المشمش مجفف بالعسل على النار عم بغلي، أضفنا له قليل من العسل والسكر، ما نكثر عسل والسكر إنه هو كثير حلو. رح نضيف له طبعاً ماء الورد بعد شوية، وحنضيف له شوية مكسرات، لكن في الآخر بدنا نخليه يطرى ويستوي، مش داعي كثير يذوب وطبعاً يصير يعني أوفر، بدنا نخليه فيه شوية روح كمان. خلينا نشوف الكسكس ونشوف إيش صار فيه. هاي الكسكس طبعاً بدي أحطه هون قدامي. أشوف إيش. هي طبعاً شرب كل السائل. والان بنعمل له عمليه تحريك. والله شرب كل السائل. نعم بالضبط، هي طبعا مقادير على الشعره، وبالتالي بنحركه شوي بشوكه حتى ما يصير في عمليه لصق فيها بهالشكل. ممكن الان في هالمرحله نضيف شويه زي ما حكيت لك فواكه مجففه، ابريكوت، نضيف اعشاب، نضيف زيتون اخضر،
نضيف اي شيء بدنا اياه حتى نعم الكسكسي نعم في اخر شيء. اذا الكسكس جاهز صار جاهز بدي اضعه جنب ونكمل طبخاتنا. بدي اعمل لكم اليوم صحن سلطه او طبق سلطه كثير كثير طيب. طيب ناخذ فاصل صغير شيف قبل ما نطلع صحن السلطه. فاذا فاصل صغير من الاعلان وراجعين حتى نكمل مطبخ رؤيا. خليكم معنا وكل عام وانتم بألف خير اكيد.